والله يا جماعة يعني هذا الغياب يعني غايب عليكم بالاسطوري، لأنه مانيش ندير لي سكاتش، مانيش ندير المحتوى، مانيش لأنه تعبت والله غير عييت شوية يا جماعة. بوجيت منا رمضان كملتو نيت كانوا عندي دي تورناج، رحت فيستيفال تاع النابه وليت زاير، خدمت فيستيفال تاع الصيف عاود وليت عندي واحد طرافوني نديرهم يعني مازال ما ريحتش. لهذا اني غايب عليكم شويه، لكن هذا ما يمنعش انه والله العظيم غتوحشكم بزاف بزاف واحبكم. يعني بالمناسبه ممكن تقولوا لي واش توحشتوا اكزاكتومون باش منا نعيط شيئا، نشوف كيفاش ندير لكم امتي تخويك ولا بالك نديروا امتي لايف باش نضحكوا ولا عفسه ولا قولوا لي هنايا واش توحشتوا اكزاكتومون. وانا لي سوسيال لي انرجي راهي هنا باديس وين راه ما بانش وي باغا سكاتش تاع باديس عندي بزاف ما درت لكمش، والناس كانوا يقولوا لي باديس بليدي. يا ناس لازم تعرفوا بلي انا انسان نموت على ناس بليده، وعندي صحابي بزاف في بليده، وتحياتنا كاع صحابي تاع بليد هادي. وانا هذا بديت عندي واحد صاحبي كان يسكن في خزرونه يضرب هذيك لامانيغ، نحب نهضر كيما هو باسكو يخلويني ويضحكني. دوك نجيب لكم باديس. واش انت وعنا واش حنوني راك مليح، هذا فيديو خفيف ظريف ديرها من باب النصيحه في وجه ربي سبحانه وتعالى. معك باديس، اصبر نحي الوظر باش نهضر مليح ونهضر غير ثم خاطر حنا نبدا نطرطق في الكلام الواعر كلام العيان. احنا الحق اللي ميت حنوني اسمعني مليح، لو البارح جيت المنظمة تاعي رحنا نشوفوا رحنا لتيبازا ندير قلنا رحنا نمشوا مع تمشي معايا، شد فيا في لبرا ديريكت حايره في لبرا تاعي ونمشوا براتسو. حنوني ديتها تشوف هذوك اثار تاع الرومان في تيبازا، وكاين واحد الرجال مانيش نذكر اسمهم يشوف لي في المرا ديالي. واش حنوني تشوف فيا بارد؟ قال لا تشوف فيا بارد قال انت كنت تقرا معايا في ليكول شفيت لك ما تشوفش المرا تاعي. حنوني واش تشوف فيها اثار تاع الرومان؟ ياك تجي تشوف اثار تاع الرومان ولا بحر؟ علاش تشوف المراه تاعي؟ علاش تبلق عينك فيها حنوني؟ وانا عندي المراه تاعي سيفيليزي في الشباب في الكوب كاري حلاقه مربع كاري بلونجو حاشاك. راح تلاقي قلت له حنوني هذه الدنيا افيرتيسمون. هيا طلق راسه وراح. حنوني كي تشوف واحد مع امراه ولا مع مادامته ولا مع لا فيونسي تاعو حنوني ما تخزاش فيها. كاين الناس تغير، حنا ماشي باردين قلوب. هكذا حنوني. زعما لي عايشة، أنا عايشة في دبي الحمد لله، وعلى نظامي، هاد البيرسوناج مانيش نديرو نقولكم علاه، الفيلد تاعو نحاوه انستغرام، وليت ندخل نحوس عليه في انستغرام ما لقيتوش، مادام كان عندكم الفيلد تاع فيلا كوليج، هادوك بنات زعما معاودين شواربهم عينيهم شفارتيهم، كاش ما يبان لكم فيلد هكاك باتو هوني، مي سيرو تاع فيلا كوليج ما لقيتوش. راك غير تسمى مروان خصك توبي. تو بي سبورت تولي سبورت زعما اش حراني غير نسمن وي يا كاني نسمن روحي كي راني نسمن مانيش ناكل في الفريجيدار تاع داركم راني نسمن راني الاز راني غوستو ليكيب سي فيري كو عاود سمنت ونقول لكم حاجه يعني ماشي ديسيديت هذاك هو هاد الايامات باذن الله روبرني سبور اون فورس كوم دابيتود كوم دابيتود نعاود نشيان موراها نعاود نسمن موراها نعاود نشيان موراها نعاود نسمن انا داوي الكور ديالي تنعاود نشيان هاد الايامات هاكو حابين نطرطق لكم الكور الواعر ونبدا نصور لكم هكذا ونصور بلا تريكو زعما غايس نخسر في بيبليوتيك دوك تشوفوا انتم ما حبيتوا هكذا. هاني نقصر معاكم اللي كيف شفتكم صح راني رايح قلت لكم راني نقلع من الوليد وصلت كوزا تاعي جاي للدار كاميرا كاشي يلا ربي يحفظك يطول عمرك يحفظك خويا مرتي هذه وحده مليحه انا نسمح فيكم امبوسيبل نسمح فيكم مش بيك صافا با ولا وصلت كوزا تاعي داخل الدار صافا با امنوني نزلت تبكي ما كنت نستنى بلي يجي نهار نهضر لكم هضره كيما هادي بصح خلاص نحق الموسم نهضر وكتبت هاد
السلبيات وحبيت نقراهم عليكم هذوك اللي تيروا بك الهضره. يا مسخت الرجلين قولي لي وين الهربه وين؟ كما قالوا لنا الزمان هذه هضره خرجت من عند مروان وجميع واحد كان عيان قولوا اسمح هذوك ولا اسمح هذوك الكتمان. خليني نهضر عليك سيتو صافي، خليني نقول لك بلي طوابقك مسخين ويتغسلوا في ماشينه لافي. الانسان قول عليه راجل، الانسان قول عليه اسم الله عمرك ما تقول عليه كافي. وانا حبها في قلبي كان مكرافي، ولتماك فهمت بلي التليفون طفى والحب اختفى، واللي كان مريض كان في المستشفى. لتماك حيط لمصطفى حيط لعمر، عمر كان سهران مع صحابه في البر، ركبوا في واحد الكار وجات الجرجرات تلغزغز. لتماك صدم النمر، النمر كان موشم تصويرة لاب وقاف صدر. لتماك خفنا كل شيء يتوضر وتصورت عليك ساعة وكانوا في القجر. وموراها جات الغزالة قالت لهم راني في حالة، بدات الهضرة بين الحيوانات وراد الشقلالة. وبعدها جا طارزو ما عندوش طابينام وخالو كان عنده شغل غازو. لتماك بدينا نقصرو شوية وغير بالعربية، قلت لهم ارواحوا ليا ورفت يديا وقلت ان شاء الله ربي يخليكم ليا راني غير غنجق. هذوك زعما عندهم القوالو يخسكت